الفعاليات المهمه اللي كنقدموا في شهر رمضان كنلقاو الحلوى اللي كتكون معسله وكيجي على راسها البريوات ديال اللوز اولا القنينطات ديال اللوز بحسب الشكل اللي حنا كنعطيو لهم. بالنسبه للمكونات اللي كنستعملوا لتحضير هذه الحلوه هذه فهي بسيطه، فعندنا العقده ديال اللوز اللي كنديروها من اللوز، كيكون اللوز مسلوق مفرك وتيتطحن مع السكر سنيده وكيعطي لنا عقده ديال اللوز. هاد العقده هذه كنوليو نسموها بالقرفه مدقوقه والمسكه الحره وتندلكوها بشويه ديال الزبده الا كان داك اللوز ما ميدمش بزاف. هذه بالنسبه للطريقه الاولى. الطريقه الثانيه تناخذوا هاد اللوز تنحمروه، ملي كيتحمر تنطحنوه هو والسكر تيعطي لنا عقده ديال اللوز محمر. بعد ما تنوجدوا العقده تنطويوها في الورقه تنقليوها في الزيت وتنغطسوها في العسل. العسل تندفيوه وبعد ما تيدفى تنسموه بالماء ديال الزهر، كنضيفوه ليه باش كتبقى الريحه ديال الزهر فايحه في هذا في البريوات. وانتم غادي تشوفوا معايا الطريقه ديال التحضير ديال هاد جوج الانواع كيف ما قلت ديال الحلوه معسله اللي بزاف كتمشي في رمضان بحال الشكل ديال المخرقه، وعاد هي كيمكن لها تقدم في جميع المناسبات، ما كاينه شي واحد المناسبه اللي هي محدده، ولكن في شهر رمضان تيكون الاقبال عليها بزاف. بالنسبه للمقادير فعندنا اللوز كناخذوا الربعه ديال اللوز نص الكميه ديالو ديال السكر، يعني 250 غرام ديال اللوز نعملوا لها 125 غرام ديال السكر. هاد الكميه اللي عندنا ديال العجينه ديال اللوز ملي غادي توجد كنسموها بالقرفه والراس ديال معلقه صغيره ديال المسكه حره مدقوقه، من بعد كندلكوها بشويه ديال الزبده صافي وكندوزو باش نعمروا البريوات. درت عجينه ديال اللوز نسمتها بالقرفه والمسكه حره ودرت لها بطبيعه الحال شويه ديال الزبده باش كتولي لينا، حضرت منها كويرات باش غادي نديروا البريوات وصبيعات باش غادي نديروا القنينطات، لفيناهم استعملت صفر ديال البيض باش نلصق الورقه على اساس انه في القلي ما تمتحليناش داك الورقه وتبقى لا سواء البريوه اولا القنينطات تبقى لاصقه وثابته، يعني كيمكن لينا نطويهم بلا ما نستعملوا حتى شي حاجه، ولكن من الاحسن ننصحكم انكم ديروا لها البيض باش ما تحلش وتشتت. غادي ندوزو دابا باش غادي نقليو البريوات والقنينطات كنكونوا موجدين الزيت حاميه كنغطسوهم وتنهزوهم اللي كيتحمروا، ملي كنهزوهم تنديروهم في العسل تيكون دافي ولكن العسل غادي نسمو بالماء ديال الزهر. وكنشعلوا عليه العافيه بطبيعه الحال باش يغلى شي شويه ويعاود، كنقصوا عليه العافيه تماما اولا كنحطوا في ان با ماغي، غير خصو يكون سخون باش كيشرب داك البريوات ولا القنينطات كيشربوا العسل فاش كنديروهم معاه. الفكره ديال العسل اما كنديروا عسل حره حسب اللي نتوما بغيتيو بالنسبه اللي بغيتيو، اولا تيمكن لينا نديروا العسل اللي كنوجدوا اولا الشراب ديال السكر. وبالنسبه للطريقه ديال التحضير ديال شراب السكر غادي تلقاوها على اليوتيوب دائما شوميشا ويب تي في في الحلقه الخاصه بالمخرقه،
بالفرنسيه، كاينه باللغه الفرنسيه وكاينه كذلك باللغه العربيه. اذا الحلقه اللي هي خصصناها للمخرقه كاين فيها طريقه تحضير ديال الشراب ديال السكر. بعد ما قليت البريوات فانا عملتهم في العسل، تنخليهم في العسل كيشربوا العسل مزيان. الفكره هو انه كل ما خليناهم تيشربوا العسل لواحد المده قد ما تيبقاو مقرملين ومقرمشين من بعد، وكنحتفظوا بهم يعني هكذا كيبداك القرمشه لواحد المده طويله. فبالتالي يا اما تخليهم واحد 4 ولا 5 سوايع بحسب شحال ديال الوقت نتوما عندكم، ولكن اللي مهم هو نخليهم اطول مده ممكنه مغطوسين في العسل. والعسل خاصو ما يكونش جاري بزاف، خاصو يكون يعني عنده واحد الكثافه ديال العسل تماما، باش يلاه ما يفزقش لينا داك البريوات او داك الورقه وتبقى عندنا داك القرمشه ديال القلي. بعد ما كنخليوهم دوزوا داك المده كيف ما قلنا واحد 4 ولا 5 سوايع ديال الغطيس هكا في العسل، كنحيدوهم نقطروهم ونزوقوهم بحسب اللي بغينا. يعني اما غادي نديروا لهم جلجلان اولا كنديروا لهم اللوز مقلي ومهرمش، يعني تكون مفرك وتنقلي وتنهرمشو. الفكره بالنسبه للوصفه ديال اليوم هو اننا كيمكن لينا نعمروا البريوات والقنينطات يا اما بالعجينه ديال اللوز بيضاء اولا بالعجينه ديال اللوز محمره حسب الاختيار ديالكم، بجوج بهم تيجيو لذاد. ما كنساوش شيء الفكره الثانيه واللي هي مهمه بالنسبه للعسل، قد ما خلينا البريوات كيشربوا العسل قد ما تيبقاو مقرمشين وتيبقاو طريين ومزيانين لمده اطول. وحنا قلنا انه واحد 4 حتى 5 سوايع راه كافيه باش تعطينا شي حاجه مزيانه. نتلاقاو في حلقه اخرى مع وصفه جديده. الى اللقاء.